مخه تشير مخه. اتلاسات السلام عليكم. رجل طمرت على ذا وظهر كان مشكله هنا. الله يقطعك هذا مع عيش. اسمع 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 شنو جوك انت؟ اسمع ها رايك اسحب من اللي طبخ انا. اسمع اسمع لا 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 عطيه غدا عليك غد وشلون قط وغدا عطيه لما يجي عطيه عطوا عطيه غدا حدك تقوله يا رجال الناس الناس كان له شعر ها 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 ارحل ورباح هلا ورباح مديت يدي مديت مناي ومديت اسراك والله على ثاني على ثاني هذا اللي تبغى انتقامه انت عشيت وياك خلينا ودامه كل واحد معاكم كل واحد معاكم مدري انت طبعا ما عاد ينفع نظامه لا تقول وش صابك تقول وش جاك حسبنا وياك يوم القيامه يا شباب تعال تغدى نبي نتغدى ابو رباح انت قوم اتغدى يا لونك يا ابو الرباع تعال يا اجمل ما رات عيني الله تعال يا اجمل ما اجمل تقل هيكل عظمي ها صدناها اجمل ما رات عينك ما عشان الله معطيك الجسم يعني مضبط ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 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 يقطع احتفلين قصدي خراب اليوم اخر فقره الكلام بيضل وجهه ايش هذا ايش احتفال معكم ها اعطانا ايش ترى صوت ومعمول ما بس ولا اعطانا كل واحد 600 نقطة بيض الله وجهك ليش خسران 600 لو انه ساير كان جابكم في شيء ليش ذمت ليش اخذنا المغرب اكيد ايش ذكرهم لا لا تخوف لا خلاص معاي وقلت له اطلع برا يلا كيف يطلع؟ ما عمري ثقة قول لا اله الا الله لا اله الا الله انت اتفق الجميع على حبك لا لا صدق صراحة يعني الحمد لله ولكن اللي يا حلو من الله جابه لسانك مربوط يشبه ثلاثاء الاربعاء الخميس ثنية عشان يشبه قال فوزة دائما في المطبخ تغدى 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 ايه الله يوقسم بالله انك خاطر مسقع يا كلب والله جاي ساير قال روح مجرمه مجرمه روح انا على طول الصحان على طول رحت قلت للربع مشروطين ها ورباح مدام صقع كلها كل واحده زي ما ثاني زين نصر الظهر والعصر ما ملمح مطبخ يا الربع اربع مرات تسلم ورشيد لا ما صلى معك اليوم اليوم صلى معنا انا ورباح ورباح بالابدان طقع طقع ايمن 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 صلى ايمن صلى يا رب وش ايمن يا رب ابوي داح يا رب دخل من بيضبط من براد شايف من يقول انا ايه داح الاول بس عشان الاول في الاصل والله انا الباقي انا موصل لا يا اكل انت ما يصلح مين موصي عمه عمه وبردي وبردي ليش يصحك صحانة بس صحانة هو بعلي سوى لكن أنا من الصحانة عد ساعة عند راسك ران أبا اليوم ليه أنجبها تحدها وين أنت عينها تحدها وين يا ربع أنا نمت وين هو قلت شكرا وين أنت يا جماعة وين 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 أقسم بالله كان سارقها واحد تكفي اسمه خلنا طعنا وأنا مروق ورجعت يا شباب قمت الساعه 10 وانا قمت الظهر قمت شفت اول واحد في الهانجر دخلت علي ما يا ولد تقوم فعلا اذا قمت وانت انا جديد انا فرحان انا كنت فرحان قمت من الفرح متى عينت على يو يا المبي ايه يا واتا يا انا مش كنت غدون يا واتا يا واتا ولا صدري كاتب تغدوا 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 الغداء انا عندي غداء مع جو جا محلك لا ايمن شوفوا كم حد يجي بدالي انا ما والله اكوان شوارما سواها
طيب ما طار النوم سويها سويها خاب لك انت وجاور وش واحد يروح بداري وانا بجي بداري راسي روق لا تحيي ما ادري ايش مشور كذبه مزاج يعني حقي بتقول مشور كذبه بس انا شايفه مشور يا اخي صدق انك ما ادري انا اكتشفت بيوم 72 اكتشفت ان علي هذا ما يصير ليه؟ ما ادري بس كذا 72 ولا 73 72 ولا ولا زال المجد بقية يا ابو ربع يا شباب عينت شو اسمه البلاده وش انت ها انت يا الله كذا خاشو والله هني ما العياده لا يا تايا التشبيه اللي ضارب له شعير قول اسمه خلاص يو يو اي حيد العين ابو رباح الحين العلم ايوه ايه حملنا شلنا يا ابو هادي خلاص نروح طيب وين وديتهم كيف بث لك البارح اجرام اجرام والله هم الشباب طبعا وجوداتكم وجوداتنا ممنوع هو حرام والله ما ادري ترى لي خصم خفي بعد خلها تروح ما فرقت الحين دخلت جستن من من الثاني اللي دخل معك اخوي هذا اخوك بس الصوت بس حماده جلس على طول اول ما قال ضبط السنوني ركز على اهدافه سلوك كمس العارض بويا كله يا رجال حاط حبر مكتبة الملك عزيز اعلان يلا بس اعلان قبي سيب تذب حتى لو لا لا ما اعلن مكتبة الملك عبد العزيز معروف في العالم كله طيب ليه معصب طيب حتى بيبتي معروف بالعالم كله اعلان خير يا ابو ايوه اما في ذي حتى الاداره ما ادرتك اعلنت يدرون بعد ما يقول اه لا 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 صدقي في ناس يخربون يجيبون على راسك هذا موجود هذه عندنا التثبيت يثبتون على راسك صح هو القسم مجال ابو هتان تحياتي لمن دمر حياتي يا ابو هتان تقهبك الرابح انت احترم نفسك يا بداح والله قليل الرابح يا بداح الله قديم اسمع بداح تحياتي لمن دمر حياتي. ايه لا تاخذون بعد اسرقوها بعد يلا اسرقوها يا ربي اسرقوها بعد تسرقون هذه. لا من يدمر حياتك يا ايمن؟ ها؟ من يدمر حياتك؟ تحياتي لمن دمر حياتي. من هو؟ كلهم اللي يدمر حياتي يعني ايش فيك؟ انت يا خالد ما قلت هنا انت قلت تحياتي لمن دمر حياتك، من يدمر حياتك هذا؟ لا هذه كلمة مشهورة ذيك. هذه شلون علم ما يا طويلة والله شلون فهمت المشكلة ما توصف يا ربي شفت اللي جبت حاجة ورا واحد فهمت أبغى تكره ترى لا يفهم هذا لا هذا ناس واجد أما لا طلعنا بر ولا طلعنا مكان هات تساعدك سرقها ساعدكم لا تستشير قم ودك سيدي أنت تسحي تقوم إذا قم سو كذا قل لا لا مكفي خلني اعاون لا الا لها كبش الديون خليك اخبث منه لا قال اساعدكم قول الله الله قم لا من سالي عودنا شوف شوف يقول ها مثل الرجال الله يستر عليه ما ابغى اقول اسمه واحد من اخويانا رجال ما هو اعلام لا لا من اخويانا انا يا والله واحد من اخويانا هو يعرف نفسه انا احب اللي يفهم النكته عرفت؟ عادي قول يا رجال خاربه لا ما اقول اسمه لا تقول فعله هو كان أو يشتغل أختلف نفس الشيء ذا لكن فيه من النوع الكسل يقول ما نحب نشتغل جيبوا لنا عمال ولا جيبوا لنا حد يجي إيه هذا مثلي يسوي كل حاجة وخلونا نجلس هذا أنا هذا أنا والله أي حرام منه لا ما طيب إيش فايدة طلعت البر إذا ما اشتغلت ليه أنت طلعت البر وأنت في المنتجع إيش كوم أنا راعي البر يا والله نعم يا عبيد أنا أقول طلعت أنا غني لا أنا أتكلم مع أخويانا يعني إيش؟ يعني قبل المنتجع أخويانا كيف؟ ما أنت قبلت المنتجع؟ شد المياه بعد 50 عطل طلعت كشتة مش دخل ذلك؟ كنت كلم أخويا هو نقول أخويانا يعني هم قالوا نقول أخوياي مش دخل أخويانا يا ودي النسخة هذه يبالها شرح صبورة جدا يا ده غبي ده يا أخي أنت قول أخويانا ما قال أخوياي ركز أنت عبد نايم ترى أخويا أقصد أخويانا اللي هناك قول أخويا لا قول أخوياي هذا غبي ده يبالها شرح ماني سامع عجل
خلاص بطني تدخل يا رب انها عتيق. يقول كذا يوم جاء مرتهم هنا طلع صوب البر. اروح وانزل العزبه وانزل كل حاجه. قلت فلان قال ايش؟ قلت والله ما يطبخ ذا اليوم. بطبخك انت. اح ما يطبخ ذا اليوم. يقوم بالغدا. اللي ببالي يقوم بالغدا يطبخ ويسوي القهوه وشب الضب يسوي الامور كلها لك. يا فلان يا ويلي يا ويلي يا ويلي نجاح والله ما عندكم جناب والله ما عندكم جناب يلا روح قم بيض الله وجه فرش الفرش شب الضب يوم جاء عند الطبخ قدو بيطبخ انا من قاعد سعد بدا يحط الزيت قدو بيكشن سعد قدو بيكشن طالع فيه قال نواف قال تعال حولي قال ايش قال تعال كلمة قالها تجلس ولا والله فهمتوها خوش وراك ودورك مو قال بكشن بكشن توكل شي كان يسويه يا قال تبون تذوقون كبسة كلها ماء تبون تذوقون تبون تروحون المستشفى ذا الحين عرف لها ما تبغون ما يصيبك عود عود اجلس عود اجلس خلي بنقوم نشتغل ليه هو ما هذا صريح طبخه موتك من اللي يقول ابشر بس عدك جل همك جل همك ويقوم هم يحوسها لا هو اللي يغديك هذا مير صريح يقول انا والله ما اعرف اطبخ خلوني اجلس وسولف ابرك انا والله اما اللي يقول لا عندي دق صدره هم يقول بها يقول بها يحوسها حوس انا هذا لا جيت من حالته حاله هذا اللي ما في طب لا حتى نسبيته خلاص ما عاد يمديك يحصلت بس شوف في بعض الناس سبحان الله ما هو يشتغل ولا هو يقوم لكن مستحيل تطلع الا هو معك هذا انا في كل رحله تلقاني بس بدون اي فائده ربع شك حتى كاس متوالي. لا 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 انا من نوع اللي اطق صدر وابشر وبلعشه وتحوسها نص العشاء عمل خلاص ماني تزهق طار حتى كاس ما تجي والله ما اقدر يعني خلينا نجيب انصبات سود الله وجهك هذا ما في طريق عمل يا ولد لا ابوك نبغى عشاء زين فعلم يا ولد اللي بيكتف منه وفيك زين فعلم من ذاك اطبخ لكم انا والله ما اطبخ لكم فعلا مساعد صادق في ناس تحرص على مراحل معك تحرص عليه لان فاكهه الجلسه سوالف زينه لكن الرجال يقول صريح قال يجي انا ما احب اشتغل خلوني بس اسولف ولا يعميني فرض الله الا اللي يجيك جالس في راس المجلس سووا كذا سووا لا لا ايش قوم بسذي ولا قد شيبه وفي الاخير لا جاء قال ما عرف يسويها مقاس هرز انت من مقاس هرز ولا منه كل شبع وخلص منها الصحن قال هو لا كبري مقاس رزقكم سود الله وجهك حرام انه اكلها تبين بدك تاخذ الصحن ترصبه على راسك شوف انا عندي اللي بيكشف من هو في عقل ليه بيقش على الفرش عليه يوم الكسات لازم لازم مره لازم يا ولد ما تدري يمكن تلقاه شقردي ما تدري مو شقردي ما فيها كلام خش من الحركه لا هو يقول الحركه بيقرش عليك الدنيا احيانا الحركه تجي في سنعه شوف انا عندي مشكله قسم بالله والله العظيم شقردي هو والله لازم جو يا جماعه ما عليه زود امك تضعف خلاص لو قاعد ببيتكم اشرف لابد لابد من الاكشن اي حركه عطنه بوكس سحبه بس عيال تدري ايش الشعور اللي انا ما احبه اول ما تجي تنزل العزبه وتشتغل وتطبخ لا منك خلصت ونظرت في العزبه لحوستك اجمع يا كلب ناشي. اجمع عزبتك وغسل قمت تغسل وتعيف ام الطلعه كلها والله اني لكن في ناس لا مرتبين هذا الغلط يعرف كيف يرتب في البدايه عزبه السؤال حلو انكم تغدون شنو الغداء تخلصون شنو الغداء الحمد لله نعم الله عليهم حشدني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله اول واحد الله يعينكم ترى تجلس هنا وغيروا جلسه لا بالله ثكوا اول واحد قاعد واخر واحد قاعد ابو سعد نصيحتي لك لا تاكل حتى تشرب يلا يلا نه لا تاكل عشان اللي انت خابر خلها تروح خلها تروح يلا تعال خلونا اللب والله ما في دقينا المكان ما مستحيل ذبان مليان ها سابع المستحيل معك بجيب فليته بجيب فليته مستحيل اسمع علي ايش يقول اسمع علي توكل توكل والله انكم ما تستحون ابو هتان كبير كم يشيل الصحن انا اشيل عنك ابو هتان روح ادعس طيب والله اشيله
بيض الله وجهك. والله لا شيله. رح. بس خلي الرجاء ياكل. تقول له روح. لا الحين. يا ابو روح على الستار. شربي. شرب سعد. رح الحين بسرعة. ابو التام بيخلص. اذرك من النوعية. بعد الحين بس شايف رغاد خلصوا العمال يا رجل. نعم نبي نعناع تكفون. نعناع. شاي ولا كابتشينو؟ كابتشينو. كابتشينو ولا نعناع؟ نعناع. نعناع. عيال. رغاد ليش خلص؟ مبروك طاح ذا. طاحت والله ما ادري عنه. ايوه عين العمال كل صبح ايش يسوون في ذا الغاز مو زينهم شاي ولا مش زينه. ايه تعال لهم قل قل روح عبون انت يمديكم تطلعون تعبون احنا ما يمدينا. انا بيجيهم بيهم جيب لنا غاز كبير بردعاني نجيبه. يا اخي ناخذ اسطوانه من عندهم. اسطوانه ايش يركب عليها؟ يعني غاز الصغير لي. نجيب راجل نجيب القزاز ابو عينين وبريقه بريقه الشاي ها والله ما عاد فيها الا واحد ادري وينها بعطايا. وين بريقه حقك القزاز ما عاد اشوفه واحد نكسر عجم من جاب الفناجيري والداله والبريد مخدر به ورق شاهي يا حط اللي برا الحين ها اللي برا الحين ذا الشجر شو الشجر روايق الحين ذا الشجر يشوف حلا لا على المخيمات الحين والله العظيم حتى الديرة تعوف يا حط الشجر والله الديرة تنعاف الحين على بلبر بالمخيمات بالكامب هذه حلا الحين في المطار انت بالمدينة عندكم مخيمات؟ ايه والله كثير ارجع حتى صرت تفننون فيها هذا تفننون من سنت اسبلة لا شوف اجواش شتاء اجواش شتاء ترى ما احب اسافر ها؟ اي والله مسابح؟ والله عاد تدري ان واحد من عيال عمي حاط مسبح بالمخيم هذا اللي تجيك حافر سلاح مسبح شوف والله انه حافر لا حافر حفرة اي نفسي يحفر حفرة وملبسها ايوه عيال اشتاء اللي سافر اشتاء سب دول برا ما عنده سالفه اجل خبيل اني قرر من خناقه السعوديه اجواء اشتاء السعوديه صح يا اخي عمرك عشت في الثلج؟ لا عمرك عشت في الثلج؟ عشت؟ لا رحت ثلج جيت ثلج وبسعوديه ثلج ثلج الشمال باب تبوك جبل لوز اي لا الحين لو تروح تلقى ثلج والله خلص ترك اسمعوني شو يا ابوي فارق فارق اللي بس ساعه انت الحين صامل ترى انا الظاهر اني هونت اني اشيل اسحن اتوقع اني هونت ساعه كان لي خلق الحين ما يخلق لا ما في معي اقول انت ويا ما اكل تحديد العموم اسمع اسمع عطني شو اسمه المشروب الطاقة اسمع اسمع انت وياه الموضوع كالتالي الموضوع كالاتي كالاتي او كالتالي كالاتي كالتالي نفس السالفة طيب نشتك انا نشتك انا 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 الحين حطه انت فيك انفصام انا نشتك فيك انفصام عبد الحافي تعال اربطه برا هناك عندكم في الروم فيك انفصام؟ اعترف عاد ترى ما فيك انفصام وش؟ طلع معك ها؟ وش انفصام؟ انفصام نوع من انواع النباتات اقول لك انفصام تعق انفصام ما يعرف تعق اسمع اسمع ترى شو اسمه الموضوع اللي قبل شوي العصر في الشتاء ما يصلح بالاخص عشر العصر لا يصلح في ديره ولا يصلح في يصلح لك انت عندك معلومه ايه هو بيوصلنا شيء بس مو عارف لا وصلت وصلت فهمت غزو العصر يقصد ان هي بيلي بر ما هي بيلي دير ومدينه هي بيلي بر بس يبيها جوا تمشي العصر نفس الشاعر اللي يقول شلون بيضي العصر مثل البيت لا الواحد اللي يلوم دقيقه هنا اللي يقول دقيقه اي دقيقه مو دقيقه 10 دقائق بعد ولا كلمه بندر تاع تاخذ لا تكف الحين دخلك الحسن عباس تم بالله اعطيك بوكس ما توقع الا بلعب حاله اعطيك بوكس وديك الغطس اعطيك طراق وديك عراق ايه المهم الحين الحال يا الله الصابون شوي جاي عجلنا عندنا اليوم دخلت سعد طويل
وعندي شباب. دقيقة. إلين. خلنا نحلل الصابون. حط ما رجه. دقيقة دقيقة. فيك عجلة. ترى دائما يغسلون يغنون. اغسلوا وغنوا خلي كلش على هون. خلي الحبايب الله ما تجيب الحبايب يا سلام. انت ترى حبيب والقلب محبوب الله ترى حبيب القلب دايم عذايب عايب. انت عذاب القلب يرشد بنطحوس الله ترى عذابك ما يحب العذايب عايب. انت عذاب اللي عذابه على هون وانا عذابي يا رفيقي عذايب عايب ما شاء الله عليك. يلا شاعر شاعر رجل حدك تسوي هذه. انا قسم في نيتك عجل قسم في نيتك عجل. كانها وسخه بالحيل تغيرت لونها غيرت لون الماء. الله يق... ملابس وسخه اكيد بتغير الا انت تدري مش اللي على راسك. عقبون العجب ولا لا 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 مغسله حول الله. يحدون علي يحسبون ما اعرف غسل ثياب. لا هو غسل ونعرف وانك ما غسلت طول ايامك ضارين بالمغسله. انا لو ان اليوم ما في دخولي طويل ما غسلت شمالي. يا الله الخير يا اخوي. خلصت الماء خلصت. ها روح للشجره تشوف من خلص الشجره الشجره ولا على الكاميرا. كاميرا يا باقي باقي شوي يا روح له شغل الدينامو. روح شغل الدينامو. احب الليل والسهرة على شاطي بحر هادي. انت ما انت عادي خلاها كلها مشتركة. ما في مشترك يا اخوي تدمر ملابسي. قد احد ساقك بتلينها غرقانها بالصابون. قد احد ساقك شماغ. قد احد عطاك طيب قد احد ساقك لا ما حد ساقه. نعم الله شكلك يعني نظامك كذا. اي نظامي كذا. نظامك كذا ها؟ عساك تجي. شوف قول لا الله. انا ما حاسكت. لا 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 خذ راحتك ماني بروح جايك. والله ماني بجايك. اي ما انت بجاي. لا صار لا لا. اي صار قم عندي طيب راح ادورك سطل. يا رجال عين خير سطل لي. لا تخليني ابدا الغطا. يا رجال بس ادرف ادرف. يا رجال عين خير. يا رجال ادرف لا خذ. تعال تعال انت غسلت من صابوني تعال تعال. وين الدينامو؟ تعال. هات بغل شغلته ولا شغلت الدينامو؟ هو يشتغل لازم دينامو. ها؟ لازم ادق الدينامو. ايه. والله؟ ايه. صدق. دقيق دقيق. والله لو انها كرش. والله كانها كرش صدق. لازم تسبع الملابس صح من الصابون ومن المايك. اوريك انا. تعال 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 سبع سبع معي سبع. امسك امسك فر هنا وانا هنا. يا الله انك تزينها يا الله يا الله انك تزينها يا الله انك تزينها يا الله انك تزينها. اسعر ارصع ارصع بعد. ايه جايب ثوب ثياب انغسل يا ليل. ترى معك تجيب صابون معك تجيب صابون معك. السلام عليك. هلا. مثل ما تعرفون انا رجالي علي حمى وتعبان. ها. وملابسي يبغى لها غسيل. روح روح. ها. وانا تعبان وانت راح. انتم عارفين وضعي. ورني ثوبك هو وسخن مره ولا لا؟ وثوبي شوي. ما علي ها فيه فيه امور ما علي امور بسيطه. ها. واحد منكم يغسله ما نبي يغسله. انا انا شوف شمغ. شيد. امشي بساعدك. هات 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 هذا ثوبي فيه ملابس داخليه بجيبها من داخل.
داخليه ما اقدر معليش ثياب صح امسح داخليه خاصه فيك ما اقدر ما داخل كلها اشياء خاصه ثوب صح ثوب صح يمديني نشارك فيها من داخليه انا تعبا امشي بسعدك بس الداخليه امشي ثوب امشي بسعدك داخليه معليش عادي ولا مستعد هذه سقاطه راح راك راح تخلص طيب تسوي الله يجعلك الوهم خربت والله لعبت فيها الفلينه خربت والله ثوبك نظيف يا اخوي تقدر تلبس اليوم هذه والله شوف 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 انا شوف تقدر تلبس شوف شوف الوسخ بس شوف هذا الوسخ جيب هذا بلبس اسبوع كامل على الوسخ تدي بلبس اسبوع كامل تكفي الله يجعلك الوهم تمغطت كلها بسبتك شيد اغسله خلاص امشي بسعد هلا حد يقروش المغارب جاهز ولا متى يا لا 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 يا لا 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 المغارب جاهز اي جاهز وين علقه كم حسابك اخو تشال بقدرنا حساب ها حط حط تنفع رفيقك اقلع هنا اقلع 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 كم حسابك تسوي خير وش عندك انت ابو راجح لا غسل لي علي سود انا ابو راجح لا غسل لي علي سود تخصك شموك يا اسمع انا اضبط لك المرجام انا اسمع خليه عندك اغسل وين اعلقها يا حول الله البشره تعال 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 هنا هنا في الجريده في الجريده ذي هنا في ذي في ذي ذي الجريده ذي علقها في ذي لا بتروح علقها كذا بس خلها تدلل الجريده ذيك كذا بتصير وسخه عن ثوبي والله ما تغسله لا تفهم معك اوه ازل ازل يعطيكم العافية يا حبايبنا. اسمع رشيد صبور من الثاني كان هذه ما بعد نضف ايش رايك التركي؟ يبيها غسيل يا الله لا انضفت تمام يوه سبحان الله تغير لون الماء كلها من فنيلة رشيد يا رجال كلها ما ترك الوسخة والله كلها كلها نعام راح نعرف من فنيلتك يا يا المعبق المعبج امس مش تفتح لا لا ثوب نظيف ثوب نظيف هذا انا البسه بلبسه علقه علقه عني غسلته علقه عني غسلته هذه حطها هذه حقتي هذه شفت اللي يجيك زبون يجيك وقت تمشيه بس سريع سريع اك ودي وضعيه المغاث من الزبون ولا جيت ايه واحد يشتغل بدون نفس نشف نشف رجل نشف رجل لا 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 يا حمار لا لا ذا المزح ما يمزح فيه يا كلب قسم بالله انك صاير سامج الصراحه مشكلة حطيت لعبت الورع اسمع جاك بالبطاط جاك بالبطاطين جاك جاك بالبطاطين قسم بالله ما سامحك يا جب ليه؟ على دي اسف عيني اجعلك في ذمه قسم بالله ما شفتي ما شفتي الله يجعلك الوهم لا ها لك سبع فاء ها هذا حقت راسي بس حقت الراس بيض الله وجهك بيض الله وجهك هوشني فرشني ابغى غسيل اوه صار شيل اجعل لا شيل لا دقيقه دقيقه ثوبك عني غسلته وخلاص هذه بطانيتك يا رشيد نظيفه نظيفه هذه ابغى غسيل عادي هذه لا توسخ هذه على التهيل هذه على مقاس جبر هذه بطانيه جبر لا مو مقاس هذه من اوليفي انا 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 خروج انا خروج حقك انت وينها هذه يا بلاها بخار بخار هذه بس بخار يا بطارية تصطصط يوه هذا زينت خذيتها احط حط 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 هذا بس غسيل غسل البطارية تصطصط خلي ريحته فيها متى بتخلصها يا ريحه القبيله متى بتخلصها يا رشيد هذه بلها ثلاث ايام ليه ثلاث ايام نرقد الليل احنا نرقد مع بعض كم حسابك؟ والله العظيم لو ماني بخاف الله ان اسوق والله لو ماني بخاف الله يا الملوح اسمع قل لا اله الا الله اسمع اح ايش ذا؟ اسمع الله في حركه ريا جديد شيل عندك حركه عندي بدل الرياضه تكفى لا 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 هيا بس جاي اغسل بليلتي وسروالي واظهر يا اخي بدله بس بدله تكفى شيء تكفى بدله واحده الكوتش بكره والله الكوتش بيزعل علي يلا جيبها اليوم غسل شماغي عشان جيبها جيبها والله وجهك حاول ولا قوه الا بالله ما
ادري والله. انت ايش عندك؟ ملابس. هذا حصان حصان. تم تم. ثاني مره انا بغسل بشوف لي مخش انخش فيه وغسل ملابس. انا جيت في النص المنتجع وتربع. ابيكم تغسلوا ولا تحركوا كل واحد يجي في زاويه تغسل ملابس. لا متى؟ تعال علق ملابس كان يا حمار في الشارع هنا. ايه عبد الله الحافي عبد الله راح يجيبون ملابس. تذمت؟ ايه تكفى عاد الاثنين ذول بالذات مستحيل. جبر عندك ثوب انت؟ شغل الدينمو شغل الدينمو. شغل الدينمو. ها جبر عندك ثوب تبي توديه؟ ايه سروال يمكن ما ينشف الليل. عندك سروال؟ سروال يمكن ما ينشف. ها؟ لا بغسل تحت البس. السلام عليكم. ما راح ابى طاهر بحوي ارحب ها ها لا يجي الملابس ها كيف زين ارحب كيف كاي شايفني هندي غسول سريع فيه ها غسول سريع في غسول سريع احول انا قلت له بالله محمد مشيت باي غسول سريع فيه ما نبي هندي جعبك غسول سريع فيه غسول سريع لا لا هذه نظيفه جعبك في غسول سريع ولا ما في غسول سريع هذا واحد ايش رايك ايش رايك تغسل تغسل ايش رايك تغسل الثوم معه ايش رايك ايش رايك لا 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 ايش رايك لا 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 ايش رايك لا 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 تكفى ايش رايك اعرف ايش هذا ثلاثه هذه غسل كوي عادي لا تكون مستعجل عادي تكون جاهز رشيد انت تغسل تغسل ويصب على الماء ها يا عشان الله يجعل كل واحد يلمذوه جيب علمك علمك فادي ذلي الحين اقول اول كنت اخاف استغفر الله الحين البروح يا البروح ملابسي ملابسي اغسلها وانشفها وتروح تغردها يا البروح والله العظيم ما خليك هذه مبزره والله العظيم تبي ترفع الضغط راح قسم بالله تنشفها وتغسلها من جديد اغسلها وتروح تنشفها من تعال ملابسي لا 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 انت تعمل صدق صدق ملابسي يا البروح تعال راح زينها تعال المنشف اغرق منشفته غرقها 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 غرق من شفتك جعلها ان شاء الله غرق رشاد ملابسي تعال يا الله اجعل كل وهم انتم ملابسك تكفى تعال انا نشبت فلينتي يلا بيها تنشف ويروح يغرق هذا العفن يا الله اجعل هالوهم والنمل لعب فيها بالله تعال رشاد بلاش كذي بس ما اقدر بعلمك بشرح لك انا بروح ملابسي لا لا ما بس كذي تعال شف شفت هذه ايش شرحت لك فيها وايش قلت؟ غسيل ايش عادي هذه فهمتني؟ هذه شفه هذه وش؟ هذا ترى ابيض يتاثر هذه وش؟ هذه عادي ايوه عقدها عشان تعرفها بيضاء وجهك هذه معها هذه ترى ابيض يعني يتاثر باللون هذه عادي هاي تغسل لحالها غسيل لحال يلا تخلص من ذي وهذه وش قلت هذه؟ هذه عادي هذه عادي ها؟ هذه عادي قم الله يجعلك النقم امسك امسك ملابسك يا المروح اظهر هنا جايك تعال شيل البطاطين تعال شيلها شيلها الله لا تشوفني عينك لا تشوفني لا تشوفك عيني ايش نقلب الكلام راح ارجعك بطانيتي تسحب تسحب انت اللي جبتهم يا رجال انت اللي علمت اوف كوكو انقلب شاهد يعني خلاص فهمت اذا غسلت ملابسك رشيت لا تجيب احد معك تروح ثنيتي الصفرة اللي بك شخبها اليوم ما غسلتها هذه المرة تختفي على وجودي ما تغسل هذه اوه طريقة تنشيف طريقة تنشيف شوف يعني جبت شيء جديد امسك شوف هالمكان يطلع منها حسبنا الله على عدوك غسل يا رشيد غسل كمل وين اغسل يا ابو عيسى المغسله تجيبها اليوم طيب ولا غصب والله نبي زهقنا والله زهقنا انا حاولت اغسل حالي حاولت لكن احنا ناس شوف كيف طلع مع السلام انا صفت حلف لينا هو ايش باقي لك هذا اوه هالماء ادفع هل كلها من غترة كلمة خمسة قم هنا قم والله راحت علي وش راح؟ انت صب علي يا شاهي في ذمتك
صب الشاي على ذا صدق شفت شفت صح والله؟ لا قلت همزه قلت همزه لا لا صدق ايش قلت كلاب يعني ما هو ادم الصفار ذا كله هنا فريتك ما استغرب منها صراحه والله كنت عقب انا فريتك انت اللي دايم يلا يا ربي كان هي بيرفع ضغطي في هذا اليوم الكريم الفضيل كان الرجال اللي بيرفع ضغطي لا 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 ان الله يوفقه ويسامحه ايوه هذا ويسر اموره هذا هو شيء السروال يكون يمسك فيه ايش تبي به؟ مقاسي انا ما عندي غير الاداء انا الحين ناقص علي سراويل تقول انت عن سروال جديد عن مسقوط لازم افطع افطتي قول لا اله الا الله محمد عيسى له كم يوم ما جاب المغسله اسبوعين زين محمد عيسى يظن نفسه لازم يجيبها يوم الجمعه او يوم السبت لا جيبها الحين عادي احنا ترى واد ترى نلبس شكل يوم يعني نبدل انا من الناس اللي يا عيال ادم وحواء تراها ما تدوم دورتها الايام لا بدها لا بدها جعل قسمي عند ربي من خيار القسم واحد يعطي واحد يعطي العطايا ولا يرتدها يا ولد البط وشلون ما تقدر تعوب وانت ابوك يعوم جزر البحور ومدها يعوم يعني يغوص يعوم 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 يعني يغوص يعوم يغوص يعوم يعوم الطير يعوم لا شيك طيب يعوم يعني يغوص يغوص ايه يعوم شوف البحور كمل البيت يعوم طيب وش فيه يعوم ده يا ولد البط وشلون ما تقدر تعوم وانت ابوك يعوم جزر البحور ومدها كيف يعوم ذا يعوم طير يعوم لا 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 هذه يحوم سلام عليهم مرحبا كيف حالك يا مرحبا شو تسوي غسل ملابسنا غسل الملابس المغسلة تروح وين وين المغسلة المغسلة ما في المغسلة وين نروح الله لا يغسل علينا المغسلة الله لا يغسل علينا عمامتي المغسلة عمامتي انا عمامتي انا والله انا عمامتي لا شو اسمه صالح محمد اما لو انا غسيلك انت وياه زين بنقول ما عليه غير والله انه اشمز ما قد شفت اشمز؟ هاي اشمز وش؟ يا رجل اشمئزاز اشمئزاز اشمز ذي حقت الاعلان التيك توك اللي يجيك مط لا لا جاك تواصل ولا الحين اسمع قول لا اله الا الله اسمع خله خله ما غسلتونا ما خليتونا هنا خليتونا غسل ولا خليتونا انت ملابسك وسخه اف كم كسبت اف تو جاي جاك المخلص والله انك المخلص قوم احنا قول لا اله الا الله احنا غسلنا ملابسنا يا رشيد الملابس غسلناها اللي سوينا عليها لكن الحين فيها جينا عندك كوي كوي كويك حلا والله انك كوي كنت كوي انك كوي حول لا تتحمس كوي فاصل فاصل لا 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 كت 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 كم كم حسابكم انت وايد بنعطيك رجال كم حساب ربك ترشين خلاص تو شوف الملابس شوف اللي في يدك كم هنا يا ابو غوازي هنا يا افا ابو غوازي ارشادي قاسم جبها هنا جوا ما يحتاج مغسله لا تودي المغسله ارشاد موجود جابر معاون هذا جابر شفت ذاك اللي حاسب يرجع اكوي هذا جابر حاسب يرجع ارشاد لا يغسل بس اي ابو غوازي ابداحلي في اثنين هنا رشيد ذا الحين يقول لي باطلت شفت يدي متفطر يدي متفطر من الغسل اللي في الزاويه ما يطلع برا لا مع الدفتر يسجل بس انا بفهم الا بيض الله وجهك دقيقه غسلتوا تعبتوا هذا الصح اسمع يا غسلوا ملابسكم وقوموا غسلت اسمع رشيد ما غسل الا انت خليتوني اغسل خليتوني اغسل جاي ملابسي ما خلص وانت فاضي تتكلم مواضيع هاتفه الحين ولا وش؟ لا ها الحين الحين المغسله جيت اخذوا ثوبك ولا اخذوا شوفوا شوفوا مكتوب لازم تسلفه اكتبوا اتفلسس ولا جاي تتكلم موضوع حادث لا درت عنده موضوع حادث بس كذا كذا اسمع لا قلتوه عنده موضوع مغطني شوي خليني اعلمكم ليه يجيك اكتب في نيلتك 501 503 عشان ما يضيعها يغسلها مع ملابس 101 يعني يكتب على ملابسك نفس الرقم تدري تدري وش اسوي تدري وش اسوي انا طال عمرك انا ما اغسل ملابسي انا ما اغسل ملابسي في المغسله دائما كعاده ما عرفت الا اغسلها في البيت مريح راسي اخلي
البيت يغسلونها طال عمرك. طيب 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 وديها المغسله بدال بحط طال عمرك يغسلونها مع الملابس جميع. ممكن واحد مريض رشيد ولا يخلطون ملابسك معه. ايه بالعكس انت تاخذ ملابسك غسل مغسوله من البيت بس روح المغسله اكو. هذا انت تعرف تغسل شيء. انا جربت عرفت تغسل ها. ايش قوم عاد اميان تما وين غرقوها نشفتها غرقوها عيال. والله انه صادق انا كنت اغسل المغسله ولما اجت ثيابي لا هي تغير لونها جديده وتغير لونها ميل الاصفر لانه يجي مع ملابس. يا ولد اكتشفت انه يغسلون مع ملابس الناس. تغسل انت لا لا يا جبر المداري بيحطوا لك. لا هذه ملابس جبر المداري يحطوا لها غساله خاصه يحطوا لها نص ساعه خاصه. لا لا ركزوا على لا يا جماعه طال عمرك يلا يحط ارقامي عندكم غساله خاصه. سوي شوف نتكلم عن الموضوع هذا. اكتشفت ايش خشمر غسل في بيتك وكفر مغسله. خشمر ريال قال خشمر. هذه ما هي معلوم ذي معلومك. كان يبغى غسل ملابسك غسلتها مع رفيقي. ها تكفى ما هي ب... هذا اللي يخربها ويرجع يسحبها. تكفى يا رشيد تكفى. والله لا غسلت ملابسك طلبت سروال تحت لها وبس. طلبتك طلبتك وسجلها علي لاخر الشهر. لولو لولو لا 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 ما ما بيسوي بها شيء وخر هنا. ما بيك تدعسها ولا رحنا الحمد لله رب العالمين. في الوقت الضايع غش البناء في الوقت الضايع. احب الليل والسهر. شكرا لكم. اوه وقت ذكر شكرا لكم. الله لا يهين. مجار 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 اخو صار. اوه الله يعطيك العافيه. الرحمن الرحيم. يلا يا تعال خلنا نسولف بس. تعال شوف جلستك. هيا جلس هناك. إيه على ما فيها الرقطة ما فيه. لا لا يا زلمة هذه والله يبي لها غسيل يا شيخ. هذا والله العجوز اللي قاعد مثل عجوز. يلا ارفعها 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 يا الكريشة عجوز. قوم هنا العجوز والله ربي خابله. ايه يا الجدة ما عندك بجده جدته جده جدته. ماش ماش ما زانت. تعال نجلس انا بس. هاش تبغى؟ روح اغسل انقلع لا تجينا. ها خليتوني اغسل ولا خليتوني؟ غسلت ملابسك؟ رجال غسلت ايش تبغى؟ ها وش ابي استانس والله انك ضحكت على جنب. بغسل خليت غسل ملابسه وما غسل ملابسه. غسلت غترتي غترتك بس عشان دخلت ساعه طويل اليوم. ايه لسنا انا شوف. اللهم لك الحمد. رشيد والله العظيم لو نسويها كل يوم على اثنين ولا ثلاثة يغسلون ملابس. لا مغسلتي ولا مغسلتك ما بقى ل 10 ايام. كل يوم على ثلاثة. يجي هنا يغسل ملابس. المفترض الناس يتجمعون داخل 10 ايام ويدون المغسل. كل واحد يغسل ملابسه ملابسه ملابسه. اقول لك المفترض الناس اخر 10 ايام يتجملون ويدون المغسله. احنا العكس. طول الايام في المغسله يوم اخر 10 ايام. احنا دائما تجينا المغسله كم يوم في الاسبوع. اللي نبغى نوصله نبغى يومين في الاسبوع. احنا ترى ما لبسنا ترى ما هي توسخ يعني في اليوم الواحد يلبس لبستين ثلاث. ترى بعض الاحيان والله العظيم اني اجبر نفسي اني البس طول اليوم لبسه واحده عشان غصب غصب عشان المغسل. انت الله يصلحك يهديك. انت الله يصلحك يهديك. لو ما تجيك المغسل اسبوعين عندك ملابس تكفيك 10 سنين. لا 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 والله اي بس جاه واحد والله انا بتخرج. جاه واحد مثلك ولعب فيها. ايه كل شوي يابس كل شوي. اي ثوب تلقى انا نوف ساعتها لي. ها هو جاء شكالك انت يا ايه شاكيني 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 وقت اللي جاي. انا ما هرشت انا ما هرشت. لا تدري انا سكت. تدري كيف ترى انك ما تلبس لابسه؟ لا عرضت علينا والله ثوبي ضبط على قد والله سكت. تدري يوم نزلت في المسرح ابراهيم يوم نزلت قال بركات ثوبي. ترى هي بركات ثوبي اعرفها هذه. لا بتردي من ابراهيم والله نلبس كل يوم. قول لنا ابو سعد بدون مسكات يد ولكن شوف لازم يسولف موقع. انا اظن اسمع ابو سعد لازم كذا لازم سول يا رجال. هو كان اقول شاب والله قبل ما البسهم اقول خلاك تغسل ملابسك صدمك الا مغسلت فينا بغسل سروال غسلت فينا هذه سروال فينا ها فينيلا دقيقه شو تسمونها؟ ايش؟ الفينيلا اللي داخل هذه فينيلا فينيلا؟ ايه وانت؟ فانيلا فانيلا وانت؟ فينيلا فينيلا وانت؟ فينينا فينينا اللام قبل النون فينينا وش فينينا؟ فينينا هو فانيلا 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 هذه فانيلا ضوافر فينيلا يا جبل لا تحاول تتقمص نفسك تطلع نفسك منها فانيلا والله انك فينينا في ناس يقول فينينا والله تسالني عن عند مصطفى فينيلا يا مصطفى اه مصطفى ما مصطفى واحد عندنا هناك يعرف جبر دحين سوى ما يعرفه ولا سواه فانيلا ايش في الجدو؟ ايوه ما شاء الله تبارك الله بالله في دمك ما ايش في الجدو؟ من هو؟ هنا هنا
من هو؟ هو هو مطلق بيني بواحد ما ادري من هو انا ما جدو ليه هالسوالف حركات يدك كلها سوالف انا رشيد رشيد ليش ترتعش من اسم طاري مطلق؟ ها؟ ليش ترتعش من طاري اسم مطلق؟ وين مطلق؟ يقول مطلق يقول هو مطلق عمك اليوم اللي عمك الله يجزاه خير رحم والدي والله انا ما قصرت ليش؟ انت جاي تقول عطني جوالك ليه؟ الله فيه بس بس رجال حاول ينسى قال جاي ساقي ساقي كم وصل بعلم جاي يا جبر جاي يرتب معي حق الحلقه الباقي جاي يرتب شو اسمه يتم انت؟ مرتبه اي مرتبه؟ مرتبه